رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا طبعا حلقة الأبطال، ودلوقتي بينورنا ويشرفنا كابتن مصطفى وليد أحد طبعا ناشئي الجمباز الفني. ويمكن احنا اتكلمنا قبل الفاصل عن ان احنا هيكون معانا عدد من ناشئي الجمباز الفني في هذه البطولة، يمكن كانت بتلعب منذ أيام قليلة جدا في تركيا بطولة البحر المتوسط لناشئي الجمباز. كابتن مصطفى منورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي في برنامج الأبطال. شكرا جدا. طيب قبل ما اتكلم عن البطولة عايزة اروح معاك شوية، نرجع لورا شويه كده، بس الاول تعرف الساده المشاهدين يعني عندك كام سنه، بتدرس ايه، دراستك ايه، يعني عايزين نعرف اكتر عنك. انا عندي 17 سنه، بدات جمباز وانا عندي 5 سنين، بدات في نادي القاهره في القاهره هنا، ويعني بدات وانا يعني بدات اخش جوه اللعبه بقى واخش منتخب وكده وانا عندي 12 سنه، بس يعني ما بدات بقى اتطور وكده واخش بطولات دوليه في السن ده بعد ما دخلت المنتخب. وبدرس انا في ثالثه ثانوي دلوقتي. طيب لو هنتكلم عن دايما في بدايتنا، يعني اي حد كده لما يكون في سن الاطفال لحد الشباب او لحد سن معين بنبقى عايزين نلعب رياضات مختلفه، بنطلع مثلا نلاقي ان الكره هي كره القدم طبعا هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر وفي كل العالم يعني، فدايما اي حد يقول عايز تلعب ايه، عايز العب كوره. عايز اسالك بقى، هل انت لعبت اي حاجه تانية قبل الجمباز؟ كان ليك اي يعني انترستنجز في اي لعبات تانية ولا بدات جمباز؟ انا بدات سباحه يعني زي معظم الاطفال، كل الاطفال بيبداوا سباحه، وبعدها دخلت الجمباز طبعا بفضل كله يرجع لبابايا ومامتي. فموضوع الجمباز ده انا طول عمري يعني بحب الفرق وبحب الحركه، فهم دخلوني يعني حاجه عشان تطلع طاقتي وكده. فلما دخلت الجمباز بدات اكتشف ان انا عندي موهبه كويسه مش وحشه، وبدات بقى اتطور فيها، ولازم تبدا من سن صغير، فانا الحمد لله انا دخلت يعني من سن صغير. طب اول ما بدات، خاصه انت بتقول ان هي كانت رغبه باباك ومامتك، ما كانتش رغبتك انت، كنت مكمل في السباحه، بس اكيد بيبقى في تحديات في الاول، ممكن تزهق تقول لهم لا عايز ارجع سباحه، ده حصل في الاول مع الجمباز؟ انا كمصطفى انا يعني اللعبه دي بالنسبه لي حياه، اسلوب حياه يعني، من ساعه لما دخلتها وانا بدات احبها. ممكن في الاول سنه ولا حاجه انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه، بس بعديها بدات افهم والموضوع ده بدا يعجبني، وانا بدات احب اللعبه وانا صغير قوي يعني، مش انا من النوع اللي اهلي بيضغط عليا في حاجه، اهلي مديني في حريه في كل حاجه. طيب كابتن مصطفى، اصعب التحديات اللي قابلتك في الجمباز من ساعه لما بدات ولحد دلوقتي، قبل بقى يعني يمكن مرحله البطولات ومرحله ان انت تحقق اي انجاز، دايما بيكون في اي بدايه بيبقى فيه تحديات كبيره جدا، لو هنعرف بقى ابرز التحديات اللي قابلتك. انا بالنسبه لي كانت بطوله عالم ناشئين، عشان قعدنا فتره قبلها كبيره قوي نحضر لها، واحنا كنا عايزين نوصل لهدف معين وقعدنا نحضر له اكتر من شهور ومعسكرات، وموضوع يعني كان الموضوع كان كبير، فالحمد لله لما قدرنا نوصل له الموضوع يعني التعب كله راح، بقى اللي انت التحضير وكده التعب راح الحمد لله. فاللي انت تقدر تحضر لبطوله صعبه زي دي وتعمل النتيجه اللي مطلوبه منك كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، وعملنا نتيجه اول مره تحصل يعني الحمد لله. طيب قبل اي بطوله دايما بكل استعدادات مختلفه، كتمرين، كاعداد بدني، كاعداد نفسي، يمكن كنا بنتكلم كتير جدا من الحلقات انه الاعداد النفسي كمان لما بيكون بطوله بتتلعب خارج مصر بيبقى ليها تحديات مختلفه على المستوى النفسي، فعايزه اعرف اكتر عن بطوله البحر المتوسط، يمكن كانت في تركيا، فاكيد كان ليها اعداد بدني معين، تدريب معين، اعداد نفسي كمان معين، عايزه اعرف منك اكتر. انا اللي كمان احنا عرفنا بطوله البحر المتوسط ان هي تتعمل بعد السنه دي، عرفناها ان هي تتعمل متاخر، عرفنا في وقت متاخر يعني كان وقت ضيق. كان قدامكم قد ايه مثلا؟ كان تقريبا شهر ونص تقريبا، وده ضيق بالنسبه للجمباز، عشان الجمباز بيحتاج فتره قبل ما تجمع الحركات الوقت الطبيعي قبل الجمباز عشان تبلغوا اي بطوله بيبقى قد ايه؟ يعني تعرف قبلها عشان تبقى راسم الخطه بتاعتك من الاول، معسكراتك، تمارينك، كله تمام. فعرفنا قبلها بوقت ضيق، واحنا يعني في بطوله العالم احنا حاطين نفسنا في حته معينه قدام اللعيبه دي، فاحنا مهما حصل ما ينفعش ننزل من الليفل بتاعنا يعني. فكان لازم نفضل نتمرن اكتر، وتعبنا اكتر اكتر بقى من استعدنا اكتر من اي بطوله عشان كان الوقت ضيق، فاتمرنا اكتر وتعبنا اكتر ورحنا يعني عملنا برده النتيجه اللي كنا مستنيينها، وبالعكس عملنا نتيجه برده ما حصلتش تقريبا، ما حصلتش برده. احنا يمكن اتكلمنا عن النتائج دي، بس انا عايزاك تستعرض معايا اكتر نتائج بقى باستفاضه لكل المشاهدين، يعني عايز اعرف انتوا حققتوا ايه بالظبط وعلى كل المستويات، انت اكيد هتبقى ملم اكتر بالموضوع ده، فقول لنا بقى كانت ايه النتائج اللي حققتها انا كمصطفى يعني حققت، جبنا تالت فريق طبعا، تالت فريق، وانا جبت تاني فردي عام، وجبت اول حصان حلق، واول متوازي، وتاني عقل. طيب خلينا بقى نتكلم يمكن عن اليوم العادي بتاعك،
بغض النظر عن قبل البطولة، عايز اتكلم اكتر معاك على التمارين. التمارين بتتدربوا ازاي؟ هل ممكن تتدرب اكتر من فترة في اليوم طبعا. ولا لا؟ يعني قولي كده يومك الطبيعي ماشي ازاي. انا لما اكون في بداية السيزون بحضر لسه، بتمرن 3 تمارين في اليوم، يعني بتمرن تمرينة 7 الصبح، وبتمرن تمرينة 10:30، وتمرينة بتبقى 6 بالليل. بس بصحى عادي، افطر الصبح وبخش على التمرين الاولانيه والتمرين الثانيه والثالثه بنفس الشكل ده. لما اكون بقى في فتره بطولات او كده بيبقى تقريبا يعني 4 ايام بس اللي عندي صبح وبالليل، بيبقى تمرين 10 وتمرين 6:30 مثلا. بنقسم الجزء كده عشان احنا محتاج جمباز، محتاج يبقى تمرين اكتر عشان تعرف تمسك الحاجات بتاعتك، مش زي اي لعبه يعني محتاج تكرار كتير قوي عشان تعرف تمسك الحركه او الجمله بتاعتك. طيب دي تمارين الجمباز، بس الجمباز برضو بيحتاج فتنس عالي جدا، طبعا. فاكيد بيبقى ليها تمارين ايوه، منفرده. ما هو 7 الصبح ده بيبقى تقريبا جيم وجري وكده عشان تعرف جسمك يعرف يشيل وزنك او يعرف يتحمل اللي انت داخل عليه. فبيبقى 7 الصبح ده بيبقى تقريبا جيم وكده. وحتى بعد عندنا فتنس في الصاله، يعني بعد ما تخلص تمرينك اللي هو المهارات بتاعتك بقى بيبقى فيه فتنس، الواحد لازم تقوي بطنك وظهرك والكلام ده، طبعا لازم كله يبقى موجود. طيب كابتن مصطفى، عايز اعرف منك عن بقى انك انت توفق وقتك، فكره انك انت بتقول ثانويه عامه، يعني دي ثانويه عامه دي بالظبط. البعبع في كل البيوت المصريه. عايز اعرف ازاي بتوفق وقتك ما بين التمارين. انت بتقول بتتمرن على فترات طويله قوي في اليوم، فاكيد بيبقى محتاج حاجات كتير علشان توفق ما بين فكره المرحله الدراسيه الصعبه اللي انت فيها وما بين التمارين. بتعمل ايه بقى؟ انا كمصطفى مش من النوع اللي هو اسيب حاجه، يعني مش هسيب رياضتي بقى عشان هي ثانويه عامه. انا بعرف اوفق وقتي، انا باخد دروسي كلها، ما باخدش مع يعني باخد في البيت عندي عشان انا حالتي خاصه، يعني مثلا عشان انا لعيب منتخب وكده فلازم ابقى موجود في التمرين بيبقى في دايما. اكسبشنز. بالظبط. فانا ببقى عندي مثلا بنزل مثلا تمرين الصبح، بستاذن انزل اخد دروس واذاكر، وبالليل بعد ما اخلص التمرين اقعد اذاكر عادي ما فيش مشكله. ويبقى عندي يوم اجازه او يوم ونص اجازه، بنزل اخد فيهم دروسي وبعرف اذاكر فيهم وبعرف الم وقتي عادي. فالموضوع مش فكره زي ما الناس فاكره ان الثانويه عامه فاقعد في البيت وافضل قافل على نفسي، لا، انت ممكن تعيش حياتك عادي وتوصل للاثنين، توصل لدراستك وتوصل لتمرينك عادي. ما جالكش فترة كده كابتن لما لقيت نفسك ان انت يومك مليان؟ دايما بيقولوا الابطال في المنتخبات لما يكونوا محققين زيك كده يعني انجازات كبيره وبطولات في المجال بتاعهم، بيبقى السوشيال لايف بتاعهم مفيش، زيرو سوشيال لايف، الحياه الاجتماعيه، الصحاب، الخروج، ما جالكش وقت كده زهقت وقلت لا انا خلاص يعني اصل ممكن؟ انا لما ببص مثلا اللي بيخرج واللي بيعمل كتير، انا بخرج وبعمل كل حاجه وببسط على فكره، بس لازم اجي فتره اجي على نفسي عشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها. يعني ببص مثلا لاصحابي اللي بيخرج واللي دايما بيخرج بقى، بشوف في الاخر هو ما بيوصلش لحاجه، هو قاعد على طول في الشارع ومش كده. انا مش عايز ابقى كده. انا عايز ان انا في نفس الوقت بخرج ومش يعني مش منفصل عن العالم، انا بخرج وبخرج بعمل كل اللي انا عايزه الحمد لله، بس في نفس الوقت بعرف اذاكر وبعرف اتمرن بس مش اكتر. طيب انت يمكن اتكلمت عن باباك ومامتك في البدايه واتكلمت وقلت ان هم اللي اختاروا لك الجمباز، عايز اعرف بقى عن السبورت اللي هم بيديهولك، الدعم، مين اكتر حد واقف في ظهرك، اكتر حد بيشجعك، مش بس على مستوى يعني البيت، باباك ومامتك برضو، صحابك، قرايبك، يعني قول لي كده مين اكتر يعني حد بيديلك سبورت؟ بصراحه مامتي هي اكتر حد بيقف في ظهري يعني دايما معايا، وطبعا بابايا بس بتكلم على مامتي في الجانب عشان هي بتعمل لي كل حاجه تقريبا، يعني اوكي. بتسهل لي كل حاجه، بتحضر لي شنطتي، بتعمل لي كل حاجه، بتسهل لي عليا كل حاجه. فهي بالنسبه لي اكتر داعم ليا، يعني حتى في الاوقات الوحشه اللي ليا هي دايما اللي بتقف جنبي ودايما ظهري ليا يعني بصراحه يعني. وطبعا بعديها بيجي الاتحاد بصراحه، كله اتحاد الجمباز بصراحه موفق لنا. ده نقطة مهمة جدا كنا عايزين نتكلم فيها الحقيقة، ان اتحاد الجمباز بيقدم دعم كبير جدا لكل طبعا. لعيبته، فعايز اتكلم اكتر معاك عن الدعم اللي بيقدمه الاتحاد ده، خاصة ان اتحاد الجمباز من الاتحادات القليلة قوي المصرية اللي بتقدم الدعم ده. بالظبط. طبعا دكتور ايهاب موفر لنا كل حاجه، يعني احنا عندنا ادواتنا في الجمباز، بيوفر لنا كل حاجاتنا اللي احنا محتاجينها، وقاعدين في الفندق هناك في المعادي، كل حاجه موفرها لنا. والتمرين بنتمرن في صاله بتبقى تقريبا بتاعتنا احنا، ما انتوا فيش في المركز الاولمبي صح؟ تقريبا مظبوط الصاله كده؟ بتبقى بتاعتنا احنا، ما فيش حد اي حد بيزعجنا. وطبعا الجهاز الفني كابتن جمال هو دايما برضو اللي بيفضل ظهرنا ويدعمنا في حتى في الفترات الوحشه، هو اللي بيقومنا تاني دايما واحد بيجي له، وطبعا كل المدربين اللي موجودين. طيب خلينا نتكلم اكتر عن البطولة الاخيرة في تركيا. دايما يا كابتن مصطفى لما بيكون في سفر خارج البلاد وبيكون في بطولة بره بيبقى ليها كده ظروف نفسية معينة، ازاي كان الكوتش بيأهلكم ان انتوا ما تخافوش من فكرة وجودكم بره مصر وفكرة ان انتوا موجودين في مكان غريب مش زي اللي انتوا اتدربتوا فيه؟ وكمان انت بتقول ان كان فترة قليلة قوي قبل البطولة دي، ازاي كان الكوتش بقى بيدعمكم نفسيا او بيوجهكم نفسيا قبل البطولة؟ هو كان بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يوصل لنا ان احنا
اصل في لعبه الجمباز انت لو اتوترت زياده عن اللزوم بيبدا تعمل حركات غصب عنك فبتقع او تقريبا بتعمل كده، فهو بيحاول يوصلك على قد ما تقدر ان انت عامل اعمل اللي انت اتمرنت عليه واللي انت اتعودت عليه، وبيقول لك يعني العب بطوله كان انا اللي بتفرج عليك، ما تركزش مع الحكام ما تركزش مع الناس دي عشان تعرف تلعب اللي انت عايزه. واحنا كمان الحمد لله كل اللي لعب البطوله دي كان عندنا خبرات قبل كده، يعني سافرنا كذا مره فالواحد كان متعود خلاص، رهبه البطوله بدات تقل. طبعا في رهبه البطوله بس مش زي الاول، الواحد بيعرف يتحكم في نفسه يعني الحمد لله. طيب لو هسألك كده في النهاية، عايز أعرف دايما بيبقى لينا مثل أعلى في حياتنا، وانت أكيد كرياضي ليك مثل أعلى في الرياضة، فعايز أعرف بقى مين هو مثلك الأعلى؟ كمصري ولا مش مصري؟ الاثنين الاثنين. يعني كمش مصري في لعيب ياباني اسمه هاشيموتو، هو يعني أحسن لعيب في العالم بيلعب اللعبة في الجمباز يعني فني أوكي. رجال. وفي مصر طبعا عمر العربي، يعني هو لعيب نادي الأهلي أصلا. كابتن، عايزة برضو أتكلم معاك أكتر عن البطولات اللي انت حققتها قبل كده، يمكن دي كانت البطولة الأخيرة احنا ركزنا عليها، بس عايز أعرف منك كده سريعا أبرز وأصعب البطولات اللي انت حققتها خلال السنوات اللي فاتت. أنا أول بطولة لعبتها كانت دولية، كانت بحر متوسط برضو ناشئين، وجبت عشان كانت أول مرة احتكاك ليا دولي، فكنت لسه برضو زي ما بقول لحضرتك إن لازم كذا مرة، فأول مرة رحت جبت ميدالية برونز على الأرضي. بعديها بقى لعبت بطولة أفريقيا، جبت 5 ذهب في أفريقيا الحمد لله. بعديها لعبت بطولة العالم وجبت 5 عالم على جهاز حسام الحلق، وجبنا 9 فريق وبس. اخرها كانت بطولة البحر المتوسط. يعني دايما اي بطل بيبقى ملوش سقف خالص في الطموحات، بالظبط فكرة ان انت تحقق حاجة ورا حاجة بتديك اكتر دفعة لقدام ان انت تكمل. تحقق البطولات اكتر خلال الفترة اللي جاية. ايه احلامك بقى ان انت تحققها الفترة اللي جاية على يعني مستوى الجمباز؟ على المدى البعيد طبعا نفسي احقق في بطولات العالم للكبار، واحقق في اولمبياد، نفسي يعني اتاهل والعب وانافس يعني ان شاء الله. حلم بعيد بس هنحاول نشتغل قد ما نقدر يعني. طيب في النهاية عايزاك توجه رسالة لكل الناس اللي مش بيلعبوا رياضة في سنك، يعني أكيد أنت بتتكلم معاهم ايوه وأكيد عندك صحاب منهم، يعني عايزاك توجه لهم رسالة، خاصة أن أنت أكيد حياتك مختلفة تماما عن أي حد مش رياضي. يعني أحب أقول إن هو مش دايما الناس واخدة فكرة عن الرياضة إن هي بتعطل عن الدراسة أو عامة البيت المصري عامة بنسبة كبيرة، فأنا بقول إن هو تقدر توفق وقتك عادي، وبالعكس تقدر تعمل الاتنين، وهيساعدك أكتر إن أنت تعمل كده. يعني الرياضة بتساعد في كل حاجة، مش بس في كرياضة وكجسم وكمكان تعليم، فتقدر تعمل الاتنين، فبالنسبة لي حاجة مهمة أوي الرياضة يعني، ما تقلش أهمية عن الدراسة يعني. كابتن مصطفى، الحقيقة احنا كنا سعداء جدا بوجودك معانا النهاردة في الأبطال، منورنا ومشرفنا، وإن شاء الله يعني تكون معانا تاني وتالت بعد ما تحقق بطولات أكتر على المدى البعيد إن شاء الله في السنوات المقبلة. طبعا ده كان لقائنا مع كابتن مصطفى، احد طبعا يعني ناشئي الجمباز الفني. يعني خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل عشان نستقبل بقيه ضيوفنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين لقاءاتنا مع ناشئي الجمباز الفني بعد بطولة البحر المتوسط طبعا اللي كانت منذ أيام قليلة في تركيا. دلوقتي بقى انضم لنا في الاستوديو كابتن شمس يسري وكابتن محمد عطية، منورنا ومشرفينا على شاشة قناة نادي الأهلي. منورة يا شمس. منورك. منورة يا كابتن محمد. شكرا. خليني بقى ابدا ليديز فيرست، انت عارف لازم ابدا بشمس الاول. طيب قولي لي كده بقى يا شمس، عايزه اعرف اكتر قبل ما نروح للبطوله، عايزه اعرف عن حياتك اكتر، يعني تعرفي الساده المشاهدين بيكي اكتر، سواء عندك كام سنه، بتدرسي ايه، يعني عايزين نعرف منك. عندي 15 سنه في اولى ثانوي. قبل البطوله كنا مركزين اكتر في التمرين عشان كان عندنا هدف في البطوله ان احنا نروح نحققه. 15 سنة، انت بتدرسي ايه في سنة كام؟ أولى سنة. أولى ثانوي، أوكي. طيب شمس، خليني أتكلم معاكي عن اللي انت حققتيه في البطولة. جبت مركز ثالث على الأرضي. شمس علي صوتك، علي صوتك، انت بطلة، بطلة كبيرة، لازم تتكلمي تعلي صوتك أكتر من كده. جبت مركز ثالث على الأرضي، وجبت ثالث فريق ورابع على البين. أوكي. طيب كابتن محمد، خليني برضو يعني يمكن نفس سؤال شمس، عايزة أعرف أنت عندك كام سنة وبتدرس إيه؟ أنا 18 سنة بدرس طب بشري. أوكي. كلية طب بشري. سنة أولى؟ سنة أولى. سنة أولى. طيب أنت كلية طب بشري ده أكيد مرحلة صعبة جدا، وأكيد علشان توفق ما بينها وما بين الرياضة بيبقى عندك تشالنج كبيرة قوي، فعايزة أعرف إزاي بتوفق ما بينهم. هو بصراحة ده أكبر تشالنج بالنسبة لي يعني، وأنا بتمرن بالليل أغلب الأوقات يعني، والصبح بروح الجامعة، ويعني الوقت بيبقى ضيق شوية، فبحاول يعني أوفق كده وأعمل جدول
فالدنيا بتمشي يعني في الاخر الحمد انت لله. بقالك كام سنة بتلعب جمباز؟ انا 14 سنة مثلا. اوكي طيب، انت يعني اي حد بيكون في مجال الرياضة وبيبقى عايز يحقق بطولات كتير ما بيبقاش عايز يختار ابدا كلية صعبة، فايه اللي خلاك بقى يعني تعمل التشالنج ده ما بين انك انت تختار حاجة صعبة كده جدا في نفس الوقت اللي انت عايز تحقق فيه بطولات كتير؟ انا مقتنع بصراحة ان يعني الدراسة بتبقى الأولوية بالنسبة لي، بس بعد كده يعني وانا بمارس الجمباز يعني اكتشفت ان عادي يعني ممكن اوفق بين حاجتين والدنيا بتمشي في الاخر يعني الحمد لله. طيب شمس، عايز اعرف منك لعبتي حاجة قبل الجمباز وانتي صغيرة؟ دايما كده بنلعب كذا لعبة واحنا صغيرين لحد ما نستقر ان دي اللعبة اللي احنا عايزين نستمر فيها، سواء بقى سباحة، سواء يعني يمكن كرة يد، باسكت بول، بنفضل كده نجرب كذا حاجة لحد ما نستقر في حاجة معينة. لعبتي انا حاجة قبل كده؟ بدأت بالجمباز وبعدين في النص اتعلمت سباحة، بس حبيت الجمباز اكتر فكملت فيه. يعني انت بدأتي الأول جمباز بعد كده وقفتي، ولا ما كنت وقفتش، بتلعبي كنت سباحة بلعب الاثنين. الاثنين مع بعض بعد كده بقى قررتي انت تكملي جمباز؟ طب ليه اخترتي الجمباز فضلتي عن السباحة رغم ان انت كنت بتلعبي الاثنين في نفس التوقيت؟ كنت بتبسط فيه اكتر، والسباحة يعني كنت بحس ان انا مش مستمتعة قوي وانا بلعبها. اوكي، ايه اكتر حاجة بتستمتعي بيها في الجمباز؟ ان انا بحقق تارجت معين قدامي وبتشالنج نفسي ان انا اعمل حاجة اصعب كل شوية. كابتن محمد، انت لعبت اي رياضة تانية قبل الجمباز؟ انا اول حاجة لعبتها يعني الجمباز، ولعبت سباحة برضو وفولي، لعبت شوية فولي برضو. برضو كانوا في نفس الوقت اللي كان مع الجمباز، ولا فصلت شوية عن الجمباز وكملت وبعد كده رجعت للجمباز تاني؟ لا هو الجمباز بالنسبة لي كان أول حاجة يعني. برايورتي نمبر 1 بالنسبة لك. طب ايه اكتر حاجة خلتك تكمل في الجمباز؟ هو أنا حبيت الجمباز جدا، وبرضو أهلي دايما لما بيشوفوني بجيب ميداليات وكده، ودايما ببقى عايز أخليهم فخورين بيا دايما يعني. هما اكيد فخورين بيك، كلنا فخورين بيك الحقيقه. محمد، خليني بقى بمناسبه الفخر كلمني اكتر عن النتائج اللي انت حققتها في البطوله الاخيره. أنا الحمد لله جبت أول عقلة وتالت حصان حلق وتالت فريق. الحمد لله. طيب شمس، خليني اتكلم معاكي اكتر عن النفسيه قبل اي بطوله. يمكن كنت بتكلم مع مصطفى قبلكم ان انتوا اتبلغتوا قبل البطوله دي يعني بشهر ونص بس، والطبيعي ان انتوا بتتبلغوا قبلها بثلاث شهور او اربع شهور، فاكيد ده كان نفسيا قلقتوا شويه، كنتوا خايفين ان انتوا ما تحققوش نتائج، ولكن انتوا حققتوا الحقيقه نتائج ما كنتوش متوقعينها، فازاي اتعاملتي نفسيا قبل السفر لتركيا في البطوله دي؟ يعني انا كنت بحاول اركز في التمرين اكتر وما اوترش نفسي، عشان يعني لما حد بيتوتر بيفكر زياده، حركات مثلا ما تبقاش احسن حاجه. وانت يا كابتن، اكتر حاجه بقى يعني كان اكيد في دعم نفسي من الكوتش، اكيد كان في اهلك بيدعموك نفسيا قبل ما تسافر البطوله دي، خاصه انها لسه زي ما كنت بقول ان هي كان توقيت قصير قوي ان انتوا تتحضروا فيه. هو بصراحة هي المنظومة كلها يعني، لما تبقى المنظومة كلها كويسة بنقدر نعمل أحسن حاجة عندنا، ومحدش بيأثر خالص، من أول رئيس الاتحاد دكتور إيهاب والمدير الفني كابتن جمال، كله ما بيأثرش. انا عايزه اقف معاك شويه عند دكتور جمال مطر، ليه دور الحقيقه كبير قوي، لو جدا. تتكلم عن دوره اللي هو قدمه لكم في البطوله دي والبطولات اللي فاتت يعني. لا هو كابتن جمال بصراحة يعني كان معانا على طول في التمرين، تعليمات وكل حاجة بيقولها بصراحة بتفيدنا جدا كلنا يعني. طيب شمس، دكتور جمال يمكن عايزين نتكلم عنه اكتر برضو، اهم يعني الانستراكشنز اللي كان بيديها لكم في البطوله دي تحديدا. يعني احنا كابتن زكريا هو المدير الفني عندنا، فهو كان بيدينا انستراكشنز برضو، وبيصلح لنا، يبقى مركز معانا في التمرين علشان نبقى عارفين بالظبط احنا رايحين نعمل ايه في البطولة. طيب شمس، عايزة اعرف منك اكتر حققت ايه قبل كده قبل بطولة البحر المتوسط؟ يمكن كنت بتكلم مع كابتن مصطفى ان هو حقق كذا بطولة قبل كده، عايزة اعرف منك حققت ايه قبل كده في الجمباز؟
يعني في البطولة العربية في الجزائر جبت تاني أرضي، تاني متوازي، والجمهورية اللي فاتت جبت أول فرد عام وأول بيم، تاني أرضي، تاني حصان. وشاركت في بطولة العالم جبت مركز 47، جبت المركز 47 all around. وكان في برضه بطولة في لوكسمبورغ مفتوحة، جبت المركز 5 على الحصان وسادس على الأرضي. طيب كابتن محمد، عايز اعرف برضو عن النتائج اللي انت حققتها قبل كده في مختلف البطولات. انا برضو كنت مع شمس في بطولة العالم، كان برضو يعني احسن نتيجة ليا عملتها بالنسبة لي، يعني جبت 11 على العالم في الفردي العام، وبرضو جبنا 9 فريق، ودي حاجة كبيرة قوي يعني ما حصلتش في الناشئين خالص يعني. وجبت برضو اول فردي عام في البطولة العربية، 3 فردي عام في البطولة الأفريقية، وبرضو ميداليات على الأجهزة يعني. طيب يمكن يا محمد انت النتائج دي محققها وانت لسه يعني 18 سنة، لسه قدامك تشالنجز كبيرة قوي حققها كتير من الأبطال في سنوات متقدمة من العمر أكبر منك. لو هتكلم معاك ايه اللي نفسك تحققه خلال السنوات اللي جاية؟ يعني أغلى بطولة مثلا نفسك تحققها ونفسك توصل لفين؟ انا بالنسبه لي المرحله الجايه هي الاصعب، لان انا طالع سينيورز يعني، انا كل ده ناشئين، طالع بقى هنافس مع الكبار. فبالنسبه لي هدفي اني اخش فريق كبار، وان شاء الله نحاول ان احنا نتاهل الاولمبياد، ان هي ما حصلتش برضه قبل كده، وهو فعلا تشالنج يعني ان شاء الله. طيب مثلك الأعلى بقى في الرياضة عموما، مش لازم على فكرة الجمباز، ممكن يكون في أي رياضة تانية، بس مثلك الأعلى في يعني عامة من وانت صغير وعايز توصل للي هو حققه؟ هو كان في لعيب ياباني اسمه كوهي تشيمورا، وبصراحة ما جاش زيه يعني، لعيب خطير. نفسك تبقى زيه تحقق اللي هو حققه ان شاء الله. ان شاء الله. شمس خليني اروح معاكي برضو لفكرة زي ما كنت بتكلم مع محمد، يمكن اكيد التشالنجز بتبقى كبيرة جدا، واكيد بيبقى عايزة تحققي حاجات خلال الفترة اللي جاية، بتبقي حاطة كده قدام عينيكي حاجة عايزة تحققيها على مستوى لعبتك، خاصة انه اي حاجة بتحققيها بتديكي بوش لقدام ان انت تحققي اكتر واكتر، فعايزة تحققي ايه الفترة اللي جاية؟ يعني المفروض برضو في أولمبياد السنة الجاية هنتأهل لها ببطولة، ف يعني نفسي ان انا ابقى من الناس اللي تتأهل الأولمبياد او البطولة دي، يعني عشان برضو هبقى سني صغير، دي حاجة حلوة يعني. مثلك الأعلى بقى مين؟ يعني سيمون بايلز، يعني عشان هي كل شوية بتحقق حاجات وبتوقف وبترجع. أسطورة أمريكية طبعا كلنا عارفينها، إن شاء الله تبقي توصلي لحاجات كتير من اللي هي حققتها إن شاء الله. شمس أنتي نورتيني طبعا، بتمنى لك كل التوفيق في حياتك سواء personal life أو كمان في حياتك على مستوى البطولات، وإن شاء الله تبقي معانا مرة تانية وأنتي نجمة كبيرة ومتبقيش مكسوفة خالص إن شاء الله المرة الجاية. كابتن محمد نورتنا وشرفتنا، وبنتمنى لك كل التوفيق في حياتك اللي جاية بقى تبقى دكتور كبير. عايز تتخصص إيه؟ ما سألتكش الموضوع ده. نفسي جراحة مخ وأعصاب بصراحة. جراحة مخ وأعصاب، أنت كبيرة يعني عارف شوية. تشالنج رهيب بجد. إن شاء الله تبقى دكتور كبير جدا وتبقى ناجح في مجالك الطبي وكمان مجالك الرياضي إن شاء يا الله. رب. شكرا. طبعا يعني دول كانوا ضيوفنا من ناشئي الجمباز الفني، بس لسه مكملين معانا طبعا يعني بعد الفاصل ضيوف تانيين نتكلم معاهم اكتر عن هذه البطوله الهامه جدا، اتحقق فيها عدد كبير جدا من يعني الانجازات والارقام الكبيره. فاصل ونرجع لكم مره تانية. حديثنا عن بطولة البحر المتوسط لناشئ الجمباز الفني لسه مستمر، وزي ما انتم تابعتوا معانا ابطالنا اللي فاتوا، ولكن دلوقتي بقى بينضم لنا بطلين جداد علشان يحكوا لنا اكتر عن الانجازات اللي هم حققوها في هذه البطولة الكبيرة، والحقيقة يعني ارقام كلنا نفخر بيها على مستوى الجمباز الفني. انضم لنا دلوقتي طبعا جودي عبد الله وزياد محمد، منورنا ومشرفينا في استوديو الابطال. عامله يا جودي، اخبارك الحمد لله تمام. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. خلينا اقول لك كده، يمكن انتوا لسه راجعين قريب، فاخد بقى اكتر حاجه
كنت حاسه بيها كده وانت راجعه بانجاز انت عاملاه طبعا على مستوى الجمباز، خاصه ان هي بطوله صعبه وبطوله عالميه، فاكتر حاجه كنت حاسه بيها وانت راجعه ب 11 ميداليه؟ كنت حاسه ان احنا عملنا انجاز كتيم وككل حاجه، وده طبعا مساعده مدربينا وطبعا دكتور بيبو وكابتن زكريا بس. طيب زياد، نفس اللي عايزه اعرف منك نفس الاحساس، انتوا الحقيقه اتبلغتوا قبل البطوله بفتره قريبه، مش زي ما بتبلغوا دايما البطولات التانيه، فكان تشالنج كبير قوي، ولكن قدرتوا ان انتوا تحققوا حاجات يمكن الكباتن اللي قبل كده قالوا لي انه كنتم مش متوقعين ان انتوا يعني تحققوا 11 ميداليه، فقول لي بقى كده عن احساسك وانتوا راجعين بالميداليات دي كلها. احنا كنا فرحانين جدا طبعا، وغير كده احنا كان بقى لنا يعني مده كده ما خدناش فريق كده في البطوله البحر المتوسط، لما جابنا تالت فريق احنا يعني كنا مبسوطين جدا يعني. يعني كان حاجه مده ما كانت بقالهاش، فبقالها فتره ما حصلتش، بس يعني اتبسطنا جدا ان احنا كمان 11 ميداليه، كنا مبسوطين جدا يعني. انجاز يعني عملناه، وان شاء الله يعني هنفضل ثابتين عليه يا اما هنعلى عنه. طيب الرسائل بقى اللي وجهها لكم كابتن بيبو زي ما انتم بتقولوا عليه طبعا دكتور ايهاب رئيس الاتحاد طبعا المصري، يعني يمكن كابتن ايهاب بيبقى ليه سبورت كبير قوي، انا دايما بشوفه معاكم في كل حاجه في كل بطولات، بيبقى واقف في ظهركم واقفه كبيره قوي. بعد رجوعكم بقى ايه اكتر المسجز او بعد تحقيقكم كل الميداليات دي ايه اكتر حاجه كان قايلها لكم؟ كان يعني كان بيشكرنا جدا، وكمان هو مبسوط ان احنا يعني عملنا حاجه زي كده وانجاز زي كده، وبيشجعنا برضه على اللي جاي اللي احنا نعمل احسن، والبطولات اللي جايه واحنا ما نوقفش ونقلش على المستوى ده، نفضل كده كنا ماشيين ونفضل على المستوى ده على طول ونعلى عنه. طيب جودي بقى خليني اعرف، انت عندك كام سنه وبتدرسي ايه؟ عندي 15 وفي اولى ثانوي. اوكي طيب، يمكن دايما بيبقى عندنا كده تشالنج ان احنا ما بنبقاش عارفين ان احنا يعني ناس كتير جدا، انا بجد بحييكم ان انتوا قادرين تكملوا في المجالين، بس ناس كتير جدا مش بيبقوا قادرين يكملوا في الرياضه مع الدراسه، فانت بتعملي ايه علشان توفقي بين الاثنين؟ هو طبعا الموضوع صعب يعني، بس هما يعني احنا بنبقى قادرين ان احنا نركز في الاثنين شويه. ما هو ازاي بقى دي بتنظمي الوقت ازاي؟ يعني بخلص تمرين كده على 10 مثلا، نفضل سهرانين بقى لحد الساعة 1 كده بنذاكر ننام. اوكي انت بتعمل ايه يا كابتن بقى؟ انا عايزة بس الأول قبل ما أعرف انت ازاي بتوفق ما بين الاتنين، عايزة أعرف عندك كام سنة وبتدرس ايه؟ وانا عندي 17 سنة، وانا أصلا ثانوية عامة. اوكي فيعني تنظيم الوقت يعني بقى هما تمرينتين في اليوم، يعني مثلا بصحى قبل التمرين الاولانيه اذاكر ساعتين، بعد كده اخلص التمرين اذاكر برده من فتره من التمرينه للتمرينه، واخلص التمرين وافضل سهران شويه لو ورايا حاجات كتيره بتاع بخلصها وانام. ماشي على الجدول ده. طيب كابتن خليني اقول لك ان دايما الاهل بيبقوا واقفين في ظهرنا، بس الدراسه عندهم بتبقى نمبر 1. ما حصلش اي اعتراض من اهلك، مامتك او باباك، العيله، ان انت لا يعني ركز في دراستك وخلاص سيبك من الجمباز، ولا لما لقوك ان انت عمال بتحقق نتائج كانوا بيشجعوك ان انت تستمر؟ هم من زمان وانا من صغري هم شايفيني في الرياضه كويس وبتاع، وكانوا سبورت ليا جامد قوي، وبرده كانش برده كان بيقول لي قد ما تقدر ما اهملش في الدراسه وبتاع، وهم برده على قد ما يقدروا كانوا مركزين معايا في الموضوع ده، وعايزيني ابقى كويس في الاثنين، يعني مش هعمل حاجه واسيب حاجه، عايزيني ابقى كويس في الاثنين. طيب خليني اعرف منك اللي انت حققته في البطوله دي تحديدا، البطوله الاخيره. هي البطوله الاخيره بتاعت البحر المتوسط، ثالث فريق وخامس ارضي. اوكي وانت يا جود؟ ثالث فريق في البطوله دي. ثالث فريق وثاني متوازي، ثالث اول اراوند ورابع حصان. اوكي طيب شايفه مين في البطوله دي الفرق اللي كانت بالنسبه لكم عائق، او ابرز الفرق اللي كانت بتنافسكم في البطوله دي تحديدا؟ ايطالي. اوكي انت شايف كده برضو؟ هي ايطاليا كانت اقوى فريق شويه. اوكي بس يعني برضو كنا قريبين منها. طيب خلينا نروح معاك للاعداد النفسي، دايما لما بتطلعوا اي بطوله بره مصر بيبقى ليها يعني كده زي ظروف خاصه،
وبيبقى ليها استعدادات نفسية أكيد بتبقى مختلفة. الكوتش دكتور جمال كان بيتكلم معاكم إزاي إن أنتوا يعني ما تتوتروش، ما تبقوش متوترين في الأجواء بتاعت بره مصر، يعني عايز أعرف منكم أكتر الكوتش كان بيقول لك إيه؟ هو كان كمان بيقول لنا يعني اعمل له اللي زي بتعمله في التمرين في كل التجمعات، وقال لنا أهم حاجة ما تخافش بزيادة ولا تتوتر بزيادة، خليك واثق من نفسك واعرف انت عايز تعمله ايه وخلاص كده. يعني برضه في التمرين برضه بيشجعونا وبيبقى في سبورت جامد قوي يعني. طيب جودي، عايزه اروح معاكي كده يعني جزئيه، يمكن دايما السوشيال ميديا في حياتنا بتاخد وقت كبير قوي، وتحديدا في يعني الناس اللي في سنكم السوشيال ميديا واخده منهم كتير قوي، وابلكيشنز بقى زي ما احنا بنشوف سواء بقى انستجرام تيك توك والحاجات دي كلها. مع ظروفك ومع اللي انت بتحققيه اعتقد ان السوشيال ميديا ممكن ما تبقاش مناسبه قوي، فبتعملي ايه في ده؟ هل بتبقي متابعه بتدي لها وقت من يومك، ولا بالنسبه لك السوشيال ميديا دي يعني صفر على الشمال اللي هو ممكن كل فين وفين اصلا ممكن تفتحي فيسبوك او انستجرام او تيك توك؟ لا، هو ممكن بيبقى في ساعه في اليوم كده بس نفصل يعني، علشان موضوع كده مش هيمشي بين المدرسه والتمرين، فبس هو بيبقى كده يعني. اوكي، بس يعني ليكي في السوشيال ميديا عندك اكونتس على كل الابلكيشنز وكده. اوكي طيب كابتن، خليني بقى اتكلم معاك برضو يمكن في جزئيه مهمه قوي. دايما اي حد رياضي بيبقى ليه صحاب، مش كلهم بيمارسوا رياضه، فبيبقى يمكن السوشيال لايف صعبه بالنسبه لك شويه، ما بتعرفش تقابل صحابك. بس بقى عايزه اسالك، لما بتقابلهم هل بتنصح حد فيهم ان هو يلعب رياضه؟ هم بيأثروا عليك ان انت مثلا مش هتكسب مثلا فلوس تعمل بيزنس او اشتغل مثلا في المجال بتاعك بعد ما تتخرج؟ بيبقى ليهم ساعات كده تاثير، اي حد مش مقتنع بالرياضه ممكن ياثر عليك ان انت تسيب الرياضه، يقول لك هتكسب ايه مثلا؟ ساعات برضو يعني في ناس كده قوي يعني بسمع منهم الكلام ده او بسمع انا نفس الكلام ده، بس انا اكيد ما بحطش في دماغي الحاجات دي، عشان حاطط هدف قدامي وهفضل ماشي لغايه ما اوصله. يعني مهما حد يقول ايه وبتاع، انا مش هحط الكلام ده في دماغي ولا هيأثر فيا. طالما انا حاطط هدف قدامي وشايف نفسي في اللعبه دي ماشي فيها كويس، خلاص هفضل ماشي فيها لحد ما اوصل اللي انا عايزه. طيب انت بتقول لهم ايه؟ يعني بتنصحهم تقول لهم ايه؟ اكيد الرياضه غيرت حياتك على المستوى البدني، على مستوى التفكير، كل حاجه، فاكيد بتنصحهم. حتى النفسي برضه. بالظبط. يعني بنصحهم يعني شو كل واحد يشوف هو شايف نفسه في رياضه ايه وهو بيحب في اي رياضه، وهتغير مستوى حياته كلها، هتبقى الاحسن وبتاع، حتى يلاقي وقت ينظم فيه وقت برضه، بدل اليوم مش عارف هيصحى يعمل ايه، بالعكس هيصحى يعرف عندي تمرين، بعدها عندي درس، بعد كده مذاكره مثلا، يعني وقته هيبقى منظم شويه ويبقى احسن. طيب جودي، خليني كده اتكلم معاكي عن يعني طموحاتك بقى الفتره اللي جايه. يمكن انت محققه حاجات وانت في سن صغير، اكيد حاجه كلنا بنفخر بيها، واكيد اهلك واصحابك كمان فخورين بيكي، ولكن دايما بيبقى لينا احلام بقى على السنوات المقبله. ايه اللي انت عايزه تعمليه، عايزه تحققيه في الجمباز عامه؟ يعني اكتر حاجه اكيد لاي لاعب بيلعب اي لعبه بتبقى اولمبيكس، تبقى اول هدف ليه، و ما تبقاش يعني تاديه واجب وخلاص، لو انا رحت اولمبيكس وخلاص. اوكي طب بتعملي حاجه من دلوقتي عشان الاولمبيكس؟ يعني بيبقى في اعداد معين عشان الاولمبيكس اللي جايه؟ اكيد. قول لنا بقى ايه البروجرام اللي بيبقى محطوط لكم، التمرين عامه الايام بعد ما رجعتوا من تركيا، التمرين بيبقى ازاي؟ مره واحده، مرتين في اليوم؟ انا عارفه ان انتوا بتعسكروا في المركز الاولمبي صح، فعايزه اعرف اكتر بقى عن يومك بيمشي ازاي. بيبقى عندنا تمرين الساعه 8:30، بنخلص 12، بعد كده بيبقى عندنا تمرين بالليل تاني، بنخلص وبس خلاص. طيب زياد، عايز اعرف منك مين مثلك الاعلى، مش شرط في الجمباز، ممكن في اي لعبه تانية، عايز اعرف منك كده عايز توصل لايه هو حققه. هو يعني انا هدفي عموما يعني ان انا ان شاء الله هو ميداليه في بطوله عالم، بعد بطوله عالم برضو الاولمبيكس وميداليه ان شاء الله. ويعني برضو كل واحد يبقى نفسه هدف يوصل له، وده برضو انا نفسي فيه يعني ميداليه في بطوله عالم واولمبيكس. انا في حاجه مهمه قوي يعني كان نفسي اسالها يعني لزمايلكم اللي قبل كده، الاكل.
احنا دايما السن ده بيبقى حابب ان هو ياكل جانك فود وكده. انا نفسي جانك بس انتوا اكيد بتبقوا مضطرين ان انتوا تاكلوا اكل معين، نظام معين، نيوتريشن، يعني الموضوع اكيد بيبقى فيه اختلافات لاي بني ادم طبيعي لرياضي بيبقى فيه اختلافات ما بين ده وده. فعايز اعرف منك اكتر، انت ايه النظام اللي انت ماشيه عليه في الاكل؟ بروتين. بروتينز بس. اوكي، طب بتستحملي ولا بيبقى عندك تشيت ميل وكده ولا ايه؟ عشان الموضوع بيبقى صعب. انا انت مش عايز تقولي ان انت بتاخدي تشيت ميل؟ ها، لازم يبقى في يوم فري كده يعني. اكيد لازم عشان تفصلي. عامة انا بجد كنت مبسوطه بيكم جدا، انتوا كنتوا منوريني مشرفين النهارده، كابتن جودي، كابتن زياد. الحقيقه انتوا فخر لينا وفخر للرياضه، مش بس على مستوى الجمباز الفني، ولكن الحقيقه فخر لمصر كلها على كل الرياضات الاخرى. وبكده بنهايه حديثنا مع جودي وزياد نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من الابطال. نرجو ان احنا نكون قدمنا وجبه دسمه جدا على كل مستويات العاب الصالات. زي ما احنا شفنا في الانترو كان معانا عدد كبير جدا من الاخبار، سواء اخبار النادي الاهلي او الاخبار المحليه على مستوى الباسكت والفولي، ويعني يمكن كل الرياضات المختلفه. والحقيقه ان احنا يعني حاولنا ان احنا نقدم ليكم كده نشره يعني يمكن مختصرة على مدار البرنامج، بنستعرض فيها كل الأمور والمستجدات اللي حصلت على الساحة الرياضية على مستوى ألعاب الصالات. بشكركم جدا، إن شاء الله نقابلكم خلال الأسبوع المقبل.